الناس بدأت تتناول، يعني احنا ارجع واقول كثير المشاريع تنزل ولا حد يذكرها، ممكن اخبار في بعض المواقع الاخباريه بعض القنوات، لكن انه يكون المواطن فرحان هذه الفرحه وهو يصور وينشر ويشيد بدور الحكومه، هذا شيء لازم انه احنا ننقل فرحه المواطن حتى نوصل هذه الرساله، رساله المواطن الذي يميز بين الصالح والطالح، فحتى نقول للحكومة استمري على هذا الوضع اللي احنا نريده او اللي من اجله انت اجيتي. راح نشوف احنا احد المواطنين كيف رصد انه هذا المجسر بكل شيء متكامل، كل شيء حديث، كل شيء صحيح، وبنفس الوقت احنا اليوم ما جايين حتى نصفق، احنا جايين حتى نقول يا ناس اهتموا بما يتم انجازه، حاولوا ان تكونون انتم ايضا النسمة من نمر من هذا المجسر، أنه نفرح دائما أن يكون عندنا شيء جميل، أن أيضا نساهم في الحفاظ عليه، وأي شخص يحاول أن يخرب، مراهق مثلا، شخص متعصب، شخص عدو مثلا، شخص حاقد، نحاول نكون كلتنا إحنا عين ثالثة من أجل أنه نمنع هذا الموضوع، ونتمنى أن نشجع بعضنا في سبيل أن نشوف بغداد وكل المحافظات بهذا الشكل البهي، نشوف المواطن كيف رصد بفرحة عفوية وشلون ظل يشرح للمواطنين، لأن الشيء الجديد رغم أنه موجود في كل الدول لكن إحنا نفرح به لأنه هواية تأخرنا، فمن نشوف شيء حلو أكيد إحنا نتعاون من أجل أنه يكون في كل مكان ويصبح شيء طبيعي نتعايش وياه ويكون هو إلنا ولأولادنا وأحفادنا. يعني شركة محترمة، إذا ليموني لو أخضر لو أبيض يعني مو زينه، باع الترتيب، باع الشوارع، باع الارصفه، شوفوا الرصيف. الرصيف ايش قد حلو؟ هاي مال عبور، اشارات امور الجيش، كلها ناس لا ازدحام ولا شيء. ماكو ازدحام. هاي بس هاي تعديلات دا يعدون، باعوا، عاش ايديكم على هذا الرسم الحلو، الترتيب الحلو. نتمنى كل الجسور وكل الطرق تصير مثل هذا الجسر. بغداد اريدها هيجي، احنا وياكم ان شاء الله نصور لكم. يعني مو بس الشغلات السيئه، لا احنا وياكم حتى الشغلات الحلوه لا ننشرها. والناس كلها تشجعكم ان شاء الله، شوفوا التعليقات كلها حلوه ان شاء الله. لا عمينا ما له مسؤولين، ما اعرف شنو يفكرون، ما اعرف شنو سيارات، يمكن وزير، ما اعرف منو. طبعا جسر كيف حلو من جوا، نتمنى من الله سبحانه وتعالى بغداد تصير هيك بهالنظافه وبهالجمال وبهالرقي. شوف شلون ترتيب حلو، سيارات مرتاحه، ازدحام ماكو، اشاره مرور تشتغل. يعني فعلا الكلام مالته مفرح، تحس بيه فرحان من كل قلبه. يعني ايش قد احنا يعني نبحث عن اشياء بسيطه، وهذا اكبر دليل على انه المواطن غير متدمر، وايضا الاعلام غير متدمر، هو يبحث عن اي شيء ايجابي في سبيل انه نقله. ايجابي زين، وخاصه الايجابي في هذا الموضوع، وايضا انه تشوفين كل الناس اهتموا به، لان هذا هي يعتبر اول مشروع من مجموعه مشاريع لفك الاختناقات المروريه في العاصمه بغداد، وهذا الموضوع يمكن انطى صوره للمواطن بانه هذه المشاريع الباقيه حتكون بهذه الجوده. النقطه الثانيه المهمه اللي انا سمعتها هواي من المواطنين، وهسه متاكد من عندها من زين، انه ذوق الاشخاص اللي استخدموا الالوان، الاضويه، الرسومات، ناس عندهم ذوق، يعني فعلا الشركه اللي ما اعرف من هي، بس فعلا كانت رسومات لطيفه، استعانوا بفنانين حقيقيين احسن من هذا النص اسد والازرق والاحمر والاخضر والاضويه اللي هالكبرها ما تعرف كل لون جايبين لي اياه ما ادري منين، فكل هذه العناصر اجتمعت خلت فد شيء انه هو فد شيء مميز، ولا يعني هو مجسر صراحه ده يعبر تقاطع، يعني مو فد شيء انه مهم، فد شيء عظيم وما نقدر نسويه، لكن سويناه بدقه عاليه وبذوق جميل، فلهذا اهل بغداد متفائلين حتى في باقي المشاريع. وهسه تشوفين اغلب المواطنين اليوم قاموا يقللون من لما كانوا يحكون عن الازدحامات بسبب هاي المشاريع، خاصه ما النسور وغيرها، اليوم دا يقولون اوكي اذا احنا ننتظر شويه وينفتح المجسر يصير بهذه الطريقه احنا نقبل به، قابلين به، فبالتالي هذا الموضوع مهم. بس شنو نروح ويا زين عابدين هو